يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية، وهو اليوم الذي قررت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية. والجزائر تحتفي اليوم على غرار الدول العربية باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار اللغة العربية لغة الشعر والفنون، وسط جهود لتعميم استخدامها في التقنية الحديثة. وبهذه المناسبة نظم المجلس الأعلى للغة العربية احتفائية تم خلالها تتويج الفائزين بجائزة المجلس الأعلى للغة العربية للأداب في طبعتها الأولى والمخصصة لأفضل الأعمال الأدبية، وهذا بإشراف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بالعيد وبحضور رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله ومستشار رئيس الجمهورية للتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، إلى جانب أدباء ومثقفين وأساتذة مختصين. الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية هو مقام التجلي، هو مقام الإبداع، هو مقام الشعر، مقام الفن. العربية لغة عالمة، العربية لغة عالية، اللغة العربية لغة العالم، لغة الكون، لغة الحضارة الإنسانية، لغة الإسبرينتو. ولهذا نحن نحتفي بهذه اللغة التي اللغة الوحيدة التي يتواصل فيها الماضي بالحاضر. فلغة عالمة جدا، لا بد أن نكرمها بما استطعنا من خدمة من أجل أن تتطور في مختلف المجالات، وبخاصة ما له علاقة بالذكاء الصناعي.